الروضة 2 شارع المدينة المنورة. ايش هذا الهرجة؟ خلينا نشوف. يا جماعة لو نرجع لورا يا جماعة، المباني كأنها حرب يا ولد. رجع 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 رجع. وقفوا يا جماعة، هذه الصورة، هذا الرقم أبو ظبي إمارات. الجودة يا جماعة زي الزفت. شوفوا الإمارات كيف، يا وين مصور هذا؟ باري أمانة عليك، طقطق على هذا الولد، لازم يطقطق عليه، لازم يتأدب الولد هذا. يا جماعة الخير شوفوا الحل، شو الموضوع، شيء ما شفتوه يا جماعة. شوفوا يا جماعة، شفتوا سلة الدجاج؟ أقسم بالله العظيم أخس من سلة الدجاج. شوفوا حق الأعضاء نشتين فقط، احنا بنفجر يا أخي. البقر زادوا في اليوتيوب زيادة عن الحد، يعني شوف العنوان، تحميل لعبة الجديد تخليك تهايط لآخر ده. يا أخي عفن، شوف هذا كلاش رويال، ممكن نشوف كلاش رويال، ليش لا؟ خلينا نشوف. من قناة همس 9، اليوم راح نسوي لكم فيديو جديد عن سلسلة كلاش رويال. خلنا نروح. لو سمحت مرة ثانية ما تقرب أنفك من الشاشة عشان ما نسمع صورة نفسك، صورة نفسك الهرجة، نسمع صوت نفسك. وشكرا على الدعم. يا جماعة الرجال من صوته باين عليه مسكوم ومرشح، خلينا نشوف. قلتوني وصلتوا يعني كثير، ما أظن 6005، 6005، بس المهم زين. أنتم سمعتوا الهرجة قبل شوي؟ خلينا نعيد. لا لا لا، يمكن أنا سمعت غلط. وهذا مساك الله وبركاته، معكم محمد من قناة حمد 999، اليوم راح نسوي لكم فيديو جديد، سلسلة حلقة ثالثة من سلسلة كلاش رويال. اليوم راح نلعب كلاش رويال، بريكم هجمة يعني عجيبة، مدري شلون والله هجمة عجيبة، كيف مدري شلون؟ بس عليه وحجمة نرفز يا صديقي. اوكي خلونا كله خسرت، ماذا تشوفون ذي الهجمة؟ ذي الهجمة خرافية، تحديت واحد. الرجال نشوف تاريخ كم هذا نشر الفيديو، نشوف التاريخ، ما في تاريخ، كيف؟ داعي للخروف فيديو كليب حصري. مع احترامي دايلر المقدمة، باري الحقنا. ليش الرعشة هذه؟ جبت لي الدوخ انت والرعشة حقك ابو درهمين، ايش فيك يا اخي؟ انتم شايفين الهرجة؟ شوفوا وجه الخروف يا جماعة، انا شفت خروف يا حبيبي، انت خروف من دون ما تلبس القناع، لا 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 تلبس القناع، تخبي الخروف الحقيقي. كمل. حبيت انا حبيت، صدقوني اول ما شفتها. احنا ايش خص
امنا في حبيت ولا ما حبيت، حبيت ولا ما حبيت، حبك برص وعشان خرص، حبيت ولا ما حبيت، ما حبينا ولا انت حبيت، ومن هذا الخروف الاسود اللي مبهقق عيونك. حبيت انا حبيت. اول من يحب ولا شو يعني قصدك؟ حبيت يعني الشوكولاتة، العصير، البفك، ولا شو بالضبط نوع الحب هذا؟ صدقوني اول ما شفتها تراني خجيت، قدمتها وقالت ما تبيني، هذا وانا عندي سيارة اللامبورجيني. مش كلش السيارات، مش كلش الفلوس. وبعدين انت مين قصدك؟ لا تقول تقول لي قصدك انك الشيبس بطاطس حبيت ولا ما حبيت. يا ولد لا تطلع لي الضغط يا شيخ. قلت ابالي وش فيني، تبي 200,000 قلت من عيوني، وياخذك 200,000 و300,000 الله لا يردك يا اخي. بلاك انت يا اخي، بلاك 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 بلاك، هدي هدي هدي، وين رايح انت؟ مشينا لك صمولي ماشي، مشينا لك مدرسة ماشي، تجيب لي خروف يا خروف؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا باري انقذنا، يا وين الباري يا اخي وين؟ ادخل خش تشوف ايش فيه. يا جماعة من المقدمة، انا حاسس انه بتكون المقدمة حقها شفتوا نفس ايش يعني، نفس ايش اقول لكم؟ Get on down, jam the night, feel alright, come on and jam. فين ال فين اللايف فين اللو فين ال خلينا نشوف بس. بيركب السيارة ويبدأ يدوس، ويلا المونتاج. معلش يا جماعة اصبروا شوية، يمكن الحين وبس الفيديو هذا كله انه كان يصور السيارة ومسوي لي فيها مونتاج. يا حبيبي اليوتيوب صاير زق يا جماعة الخير، اليوتيوب صاير خرا يا جماعة، اليوتيوب صاير خرا، مفيش مكان للتنفس، مفيش مكان للتنفس. هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. انقذنا يا باري، انقذنا يا